مختصر الأخبار. أهلا بكم. كشفت معطيات وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. الفترة نفسها عرفت كذلك تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2439 حالة. أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية بتوجيهات ملكية سامية للحد من انتشار وباء كوفيد-19، فإن جلالة الملك سيوجه خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة من القصر الملكي بالرباط. تم اليوم الأربعاء انتخاب المملكة المغربية بالتزكية في شخص نادي البرنوسي عضوا في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقالت الخارجية المغربية في بيان أن هذا الانتخاب يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان. عقد مكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا اليوم الأربعاء بالرباط عبر تقنية الفيديو اجتماعه الأول للولاية 2019-2021 برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويهدف هذا الاجتماع إلى تدارس التقدم المنجز في خارطة الطريق والتوصيات لإعادة تنشيط الاتحاد في السياق الحالي للجائحة. توقع البنك الدولي في بلاغ له اليوم الأربعاء أن تدفع جائحة كوفيد-19 ما بين 88 مليون إلى 115 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر المدقع خلال السنة الجارية، ليصل المجموع إلى 150 مليون شخص في أفق سنة 2021، وذلك بحسب شدة الانكماش الاقتصادي. نهاية مختصر الأخبار، في أمان الله. مختصر الأخبار.